السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللي قدامنا ده كريم سليم، أمريكي من أصل مصري، بيشتغل مدرس لغة إنجليزية مدرسة انترناشونال بمدينة بورسعيد. هوايته إنه شغال تيك توكر، له 8 مليون متابع. حضراتكم متخيلين ليه 8 مليون متابع على قناته على تطبيق التيك توك؟ كريم كان متجوز من أمريكية ومخلف منها طفل وعايش في فلوريدا. كريم اكتشف انها بتخونه مع اعز اصحابه، قرر اللي هو ينفصل عنها وخد ابنه ونزل مصر عشان الولد يتربى مع جدته ام ابوه. يقال ان طليقة كريم الأمريكية ماتت بعدها في ظروف غامضة. كريم قرر انه يستقر في مصر، بقاله 4 سنين عايش في مصر. اشتغل في مدرسة انترناشونال في مدينة بورسعيد. من سنة تقريبا كريم اشترى فيلا في كومباوند الأندلسية في التجمع وجهزها كويس جدا لمزاجه الخاص. الغريب ان كريم جاب فنيين عملوا له عازل كامل غرفة في الفيلا. عازل بمعنى ان اي صوت او اي حاجة تحصل في الأوضة دي اللي برا ما يسمعهاش. لو في اي حاجه جوه الاوضه مستحيل ان اي حد بره يسمعها. كريم بقى كل يوم يتعرف على بنت من على الانترنت او من الكافيهات او الملاهي الليليه، يديها فلوس اكتر من اللي بتطلبه وبيجيبها معاه لبيته. من هما البنات اللي ربنا يعافينا يا رب كده، اكيد حضراتكم فاهمين. وبعدين بياخدها معاه الغرفه المعزوله دي، يشربوا مخدر الايس ويمارس معاها طقوس سادية بمنتهى الوحشية، فينزع أظافرها والجلد ويستعمل كرباج وغيره من أساليب السادية. وطبعا الضحية بتبقى مخدرة لأنه هو مشربها آيس، وبيستمتع بصراخها. ولأن الأوضة في عازل فما أي حد برا مش هيسمع، كريم بيفضل يمارس طقوسه مع ضحاياه لغاية ما تموت. انتوا متخيلين هو بياخد البنت ويديها فلوس يفضل يعذب فيها لحد ما تموت في ايده، وبعدين يجيب شنطة سفر كبيرة ويحط فيها الضحية او الجثة بقى ويحطها في شنطة العربية يطلع بيها على طريق بورسعيد او اسماعيلية الصحراوي. اول ما يوصل يروح ياكل سمك في مطعم هناك وبعدين يرميها في اي حتة صحراوي ويمشي. واضح ان هو شخص مش سوي خالص، اللي بقى لسه قاتل واحدة من كتر التعذيب ويروح ياكل سمك، وبعدين دي بقت طقوسه العادية الداخلية. لو كذا جثة عليها نفس آثار التعذيب في طريق بورسعيد الصحراوي وخلف فرع النادي الأهلي بالتجمع وفي طريق إسماعيلية الصحراوي، فربطوا بينها إنها لنفس الجاني، لأن نفس طرق التعذيب في كل البنات واحدة، كلهم متخلع ضوافرهم، كلهم شايل الجلد بتاع جسمهم، كلهم متعذبين، كلهم مضروبين بالكرباج. باستعمال كاميرات المراقبة مسكوه وهو بيرمي جثة جديدة في بورسعيد. هو بصراحة ما انكرش وقالوا انه بيخلص البلد من الخاينين وان هم مش كويسين وما لهمش تمن ولا لهم سعر. حتى البنت الاخيرة دي ابوها اللي جابها له وقبض تمنها، وانا عشت معاها فترة وعملتها كأنها مراتي ولبستها حجاب كمان، ما شاء الله عليه تقي. بس برضو زي ما هي ما بتنضفش فقررت اخلص عليها. مفيش ساعة والنيابة حضرت وقرروا بسرعة ياخدوه يعملوا معاينة لمكان الجريمة في فيلته في التجمع. هو كان هادي جدا وده خلى جميع كل اللي حواليه مستغربين. عمل المعاينة وفي اخرها حط حقيبة السفر في الشنطة. هو بيشرح ان هو كان بياخد الجثة يحطها في شنطة العربية، فهو بيشرح لوكيل النيابة، فأخد شنطة سفر وحطها في العربية وركب العربية وبيشرح له. وفي ثانية كان طاير بالعربية وسط ذهول وكيل النيابة والضباط. زي ما بقول لحضراتكم كده، كريم هرب من الحكومة بعد القبض عليه وبعد ما مثل الجريمة. طلع على عين شمس ودخل نام جوه حديقة بدر. شفتوا الهدوء والروقان؟ طبعا اتقبض عليه بعد 12 ساعة بس من هروبه. بتفريغ اللابتوب بتاعه لقوا عليه 300 فولدر، وكل فولدر لبنت فيه فيديوهات لها قبل واثناء وبعد ما خلص عليها.
معنى كده ان كريم قتل 300 بنت. سألوه خلصت على كام بنت؟ قال لهم مش فاكر بالظبط كده، انا مش فاكر عددهم، بس هو انا اشتريت الشقة دي من سنة وكل يوم بجيب واحدة ما عدا الاخرانية دي اللي قعدت معايا فترة، يعني سنة 365 يوم، نقول الاخيرة قعدت معاه مثلا 65 يوم، شهرين ثلاثة، يعني فعلا 300 بنت. لحد دلوقتي هو ارشد عن 6 جثث بس، لقيوا منهم 4. الداخلية بتعتقد ان كل البلاغات تغيب لبنات فوق 18 سنة في المنطقة دي غالبا هيكون هو اللي خلص عليهم. الداخلية سألت الجيران، قالوا ان كريم ده معاه فلوس كتير جدا، بيدخل السوبر ماركت يفرق فلوس حرفيا على العمال وعلى الغلابة، بيدي فلوس لأمن الكومباوند. في مرة صحيوا على صوت كلب بيصرخ، ولقوا كريم بيضربه بمضرب بيسبول لغاية ما الكلب مات، فضل يضرب في الكلب لحد ما موت الكلب. في مرة تانية كريم فضل يصرخ يصرخ ويخبط على الجيران، ليه بقى يا جماعة؟ اصل كريم يا حرام لقى فار في الفيلا بتاعته، وصمم ان هو مش هيدخل الفيلا الا لو ساعدوه ومسكوا الفور. بيقتل كلب وقتل 300 بنت وخايف من فور، حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كان كل يوم يلاقوا بنت بتطلع معاه وما بتنزلش تاني، ومحدش اتكلم، محدش بلغ، محدش سأله حتى هما البنات اللي بيطلعوا دول بيروحوا فين، ما بينزلوش تاني ليه. احيانا بيسمعوا صوت شاكوش او شنيور طالع من الفيلا. في بنت جميله جدا ومحجبه كانت دايما معاه، ده الكلام ده اللي بيقوله جيرانه في الكومباوند. في بنت جميله جدا ومحجبه كانت معاه فتره، وبيشوفوها طالعه وخارجه معاه، وامن الكومباوند كانوا بيقولوا ان هي مراته. الداخليه قبضت على البواب والسمسار اللي جابه الشقه ديت لكريم. الشقه عباره عن فيلا دوبلكس في كومباوند. البنات اللي الحكومه لقت جثثهم، بنت من ابو النمرس وواحده تانية من الزاويه الحمراء وواحده من مساكن شيراتون، رمى الجثث دي عن طريق زي ما قلت لحضراتكم الاسماعيليه الصحراوي، وجثه على طريق بورسعيد، وجثه تانية في ظهر النادي الاهلي بالتجمع، وقال لهم ان هما البنات دولت كانوا سبب اساسي في انفصال عن زوجته، وان هما البنات ديت زيها زي مراته، وكان بينتقم منهم كانه بينتقم من مراته. حاليا الحكومة عندنا بتفحص بلاغات التغيب للبنات الاكتر من 18 سنة خلال السنة اللي فاتت دي كلها، علشان يعرفوا البنات دي هل هو فعلا قتلهم ولا هم راحوا فين، لان هو لحد دلوقتي الاعترافات بتقول ان هو قتل فوق 300 بنت. والمصلحة الطب الشرعي عندنا بتبين تعاطي مواد مخدرة من عدم فحص هاتفه والاستماع الى شهود العيان وجيرانه، وليلة كبيرة جدا، ربنا يعافينا، ويا ريت البنات يخلوا بالهم من نفسهم.